والله الدنيا شكلها حلو عندك يا قوس، الدنيا شكلها كويسة. أول حاجة واضح عندي إنه في تطور مادي، أو يمكن تكون فلوس جاية، يعني مش لازم تكون الحالة المادية هتعلى، بس إن شاء الله في فلوس جاية وفي حالة كده رخاء إن شاء الله. شايفاك بتقود عربة ومتجه بسرعة، أنت اللي مسيطر على الأمور دلوقتي يا قوس، وأنت طبعك مندفع شوية وراكب عربة كمان، يعني أنت ماشي فول سبيد، فبالراحة شوية. هي الدنيا شكلها كويس، ما تقلقش من حاجة، كل حاجة حلوة، بس خد وقتك شوية، مفيش حد بيجري وراك. عندك عجلة حظ، الدنيا إن شاء الله بتتسهل، يعني الحاجات دلوقتي إن شاء الله بتتسهل. لكن في هنا شوية خوف، أنت خايف من حاجة معينة، خايف من تغيير في شغلك، واضح انه هيحصل في حاجة هتتغير. الكلام بيتعاد، اخرجي وادخلي تاني يا ريم، في تغيير هيحصل في شغلك فعلا، شكلك هتروح شغل تاني، او هيتغير مكانك جوه الشغل بتاعك، في حاجة عندك هتتغير، في موت لشيء وولادة شيء جديد. يعني افتكر ده التغير اللي بيحصل في العمل عندك يا قوس، ولا ايه؟ الدنيا عندك متشقلبة، في عملية تحول بتحصل عندك، معاها بعدها تطور مادي تاني، يعني تطور عندك مادي مرتين، هنا وهنا مرتين. الناس اللي حصل بينهم انت هتبوظ الراوتر، اللي حصل بينهم انفصال، شكل فيه رجوع لحبيب قديم، او ممكن يكون رجوع لصديق قديم او معرفة قديمة، مش لازم يكون صديق، بس المهم في حد بيرجع وبيقدم لك شيء حلو، حاجة هتفرحك هتبسطك. في ارتباط هنا، بس مش ارتباط جديد، يعني الناس اللي في علاقة حاسين ان هما مرتبطين بشريكهم قوي دلوقتي، وان هما ماشيين مع بعض في خط واحد. عندنا كمان King of Swords، اهو بيقولك انت شخص ذكي يا قوس ومحبوب، وعندك كمان بتدي نصايح كويسة، والمنطق عندك المنطق عندك كويس، يعني منطقك في التفكير كويس جدا. اللي مش بيشتغل، اللي مش بيشتغل فهو خايف من خطوة هياخدها، حاسس ان هي هتغير حياته، وخايف ان هو ياخدها، زي ما انتوا شايفين كده متكتف ومش عارف يروح فين، حاسس ان هو مش شايف قدامه، مش عارف الخطوه اللي بعدها ايه، فعنده شويه قلق. يبقى الكارت ده بيبقى معناه انه برضه هتتعلم حاجه جديده، لو انت ما بتشتغلش فانت ممكن تتعلم حاجه جديده. والتحول اللي عندك ده لو مش حاجه في الشغل فهو تحول شيء في حياتك، في موت لشيء وولاده شيء جديد. الناس اللي مرتبطين علاقتهم كويسة، الناس اللي حصل بينهم انفصال ان شاء الله في رجوع، الناس السنجل مفيش حاجة جديدة. اوكي، هلخص القراية بسرعة. تطور مادي كويس، في عجلة حظ بتدور، الحاجات الواقفة ومتعطلة هتبتدي تمشي وتتسهل. في عندك عربة، انت راكب عربة وماشي بسرعة، وانت القائد، انت اللي بتحرك، مفيش حد بيحركك، لا انت صاحب قرارك وانت اللي بتتحرك. خوف من تغيير، بس هيحصل، هيحصل خفت او ما خفتش، بس شكل في تغيير جاي، في حاجة جديدة هتتعلمها، معاها تطور مادي جديد هيحصل غير الاولاني، وفي رجوع لحبيب قديم او شخص عزيز عليك قديم، وفي ارتباط قوي نحو الشريك للناس المرتبطين. The lovers كمان اللي هو بتاع الاثنين المرتبطين دول بيوحي كمان بالاختيار، ان هما اتنين في حاجة انت بتختار بينها، ما اعتقدش ان هما شريكين، مش واصل لي الموضوع ده ان هما شريكين، بس لا انت واقع في اختيار. قوس انا بس اللي بيخوفني منك التسرع بتاعك، حاول ان انت ايه تاخد وقتك شوية في التفكير، بلاش التسرع ده، بس الدنيا عندك الحمد لله الشهر ده شكلها ما شاء الله حلوة قوي قوي قوي. اوكي، الجدي، طيب الجدي بيطلب كتير يا جماعة، حلو قوي، يسعد مساكي يا هند. 21 ديسمبر ايه؟
ده اول يوم في الجد يا حبيبتي باذن الله يا دعاء. في حاجه حلوه، في تغير ان شاء الله، بس في تغير كويس يعني، تغير حلو ان شاء الله اللي جاي. والانترنت رجع الحمد لله، بس انا خايفه ارجع على الانترنت بتاع البيت يرجع يفصل تاني، فخليني على الباقه وخلاص. شوف لايف منوراني يا لحن الحياه، اهلا بيكي. مسرعي فعلا ولساني بيسبقني لما حد يعصبني. والله يا بنتي مش لوحدك يا ريم، يعني كلنا لحن الحياه واي حد جديد منورين اللايف. لو عجبك بليز اعملي مشاركه، يعني دوسي اعجاب للصفحه ومتابعه علشان تشوفي الفيديوهات الجديده. انا كل يومين بطلع لايف. تعالوا نشوف بقى الحاله العاطفيه اخبارها ايه. ولا عافيه ليه؟ يعني ايه يا صافي؟ انا جيت اقول انك يا حبيبتي يا مروه، ده انت القمرين، ازيك يا روحي؟ لا اقعدي تقولي جايه تقولي كده وتمشي يعني، لا خليكي قاعده معانا. مساء الفل يا حكايه عشق. اوكي تمام. يلا الحالة العاطفية للمجموعة الأولى. تسلمي لي يا هدير. عن القوس، احنا بنقول القوس النهاردة اهو. يتقال وقلتي بديله برج تاني ليه؟ مع ان التصويت كان لصالح الحمل. بصي يا اسراء، هو فعلا حصل، قلت الحوت بدل الحمل، بس رجعت قلت الحمل، وبعد ما قلت الحمل الصفحة اتقفلت. والفيديو ده انا مسحته، يعني انا مسحته بنفسي لان كنت خايفه تكون الصفحه اتقفلت بعد، يعني بسبب هو ان انا قلت حاجه غلط في الستريم ده، فعملت له ديليت، انا شلته. بس انا قلت والله يا حبيبتي، بس ان شاء الله هعيد قريته تاني ولا يهمكم خالص يا حبيبتي. يا شيماء تسلمي، مساء الفل يا سعاد. لو خدتوا بالكم انا رجعت لكروتي القديمه تاني، بشحن الجديدة. يلا بينا الحالة العاطفية للمجموعة الأولى، برج القوس. اوكي طيب انا ليه حاسه ان الطاقه عندكم في الحاله العاطفيه مش حلوه يا قوس؟ بصوا، واضح انه في اختيار فعلا. الشريك القوس، قصدي القوس عايز يحسم اختيار، شكله بيختار بين شخصين ومحتار بينهم، او ان هو محتاج يرتبط بشريكه اكتر، يعني حاسس ان هو مش مرتبط بيه كفايه. ما اعرفش، هو حاسس ان العلاقه مش ناجحه قوي، حاسس ان هو مش حاسس بامان قوي. طالع كارت الشمس، يعني فهو عنده نقص في الامان او نقص في السعاده، عنده نقص في حاجه. شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه بيحبه، يعني هو عارف ان هو بيحبه. طب ايه الموضوع؟ شايفه شخص رومانسي، شايفه ان هو شخص رومانسي، يمكن هو رومانسي بس مبقاش رومانسي معاك، ولا ايه الموضوع؟ الطاقة فيها جرح، فيها قلب حزين، فيها حزن. الشريك بقى عايز ايه؟ الشريك عايز يبعد عن المشاكل ويروح مكان هادي، يعني واضح انه ممكن تكون طاقتك الايام دي سلبيه شويه، فهو محتاج يبعد عن الطاقه السلبيه دي ويروح مكان بعيد. عايز ايه كمان؟ عايز زي ما تقولوا حد كبير يحكم بينكو، يعني يقول إيه مين غلطان ومين مش غلطان.
شايفك انت ازاي، ازاي شايفه حظ، يعني هو شايف ان هو بيمده بالحظ، وبيمده يعني زي ما تقولوا بيتفائل بيه، لما بيبقى معاه اموره بتتسهل، فمين وشه حلو عليه، شايفين هو شايف ان هو وشه حلو عليه. اللي بيحصل الشهر ده في قلة مواجهة، يعني في حاجات لازم تتواجه وتتقال لكن ما بتتقالش، ما فيش مواجهة بتحصل. هتبتدي تخشوا في مرحلة جديدة شوية، ممكن تكون مرحلة أحسن، مرحلة أحسن شوية، بس فيها برضو عزلة. يعني أنا شايفة إن القوس منعزل وقاعد لوحده وقاعد يفكر، يعني رأيي يا جماعة، طب احنا حطينا ايدنا عن مشكلة، طب انت يا قوس شايف ان شريكك بيحبك؟ لو القراية زي ما انا شايفة كده ان القراية ماشية صح، انت شايف ان شريكك بيحبك وانك انت وشك حلو عليه وكل الحاجات الحلوة دي، ايه سبب الحيرة اللي انت فيها او الاختيار اللي انت فيه، او ان انت حاسس ان هو مش مرتبط بيك كفاية، وان العلاقة مش ناجحة وانت مش سعيد، حاسس ان انت مش سعيد كفاية، العزلة وانك انت يعني تبعد وتنعزل لوحدك وتنفصل عن شريكك حتى وجدانيا، يعني حتى بمجرد تفكير، ده انا مش شايف ان هو قرار صح. انا شايف انه لو عايز تقرب قرب، بس قرب، انا مش شايفه مشكلة ان انت تقرب وتعبر عن مشاعرك وتعبر عن اللي جواك، وشريكك هيسمعك لانه بيحبك، يعني as simple as that، بالبساطة دي بالظبط كده، هو بيحبك فهيسمعك وبس. وشيكك مش عايز مشاكل دلوقتي يا قوس، يعني هو مش حابب مشاكل دلوقتي، هو حابب يكون في هدوء شوية، لأن طبعا هو عنده أكيد حاجات بره كتير يعني قايمة بالواجب معاه، ومش شايف إن هو يعني في سبب يخليك تكون متضايق منه بالطريقة دي، فمش عايز مشاكل. وأنا صراحة أعذره في حاجة زي دي، طالما مفيش مشكلة أساسية، يعني انتوا ادرى طبعا اكيد في تفاصيل جوه انا مش عارفاها، بس ده الصوره العامه، الصوره العامه شريكك بيحبك، شريكك مش عايز يعمل مشاكل معاك، وعايز تعدوا الفتره دي وتروحوا بر امان، فيا ريت العزله وعدم امان، طيب يا ريت تعدوها بقى مع بعض كده، ايديكوا في ايدين بعض، شبكوا ايديكوا كده وعدوا، روحوا بر الامان مع بعض بهدوء كده، لان ما فيش اي داعي للي انتوا عاملينه ده. طيب كويس جدا يا عبير، حلو، حلو جدا، خلاص يبقى زي ما قلت لكم، بليز امسكوا ايدين بعد كده وعدوا كده الناحية التانية بالراحة، والمواجهة مش شرط تكون المواجهة فيها يعني عنف، انتوا محتاجين تواجهوا، انت محتاج تطلع اللي جواك بس، فطلعه وارتاح، يعني قول اللي جواك وارتاح. الاسد اتقال صحيح يا لولا، احنا قلنا برج الاسد. بشكرك يا رؤى، ممكن حد معكوس جونينا، انا قلت المرحله الاولى دلوقتي، شفت الحظ عنده حلو قوي القوس المرحله الاولى، هنشوف دلوقتي المرحله الثانيه اخبارها ايه. انك صح قوي، بشكرك يا اسيل، مش مهتم بيك، هي دي مشكله. حلو قوي يا ام ادهم، وصلنا للمشكله الاساسيه. طيب مش مهتم، هل هو مهتم بحد تاني ولا هو مش مهتم لان هو عنده حاجات تعباء اصلا اوريدي، ضغوط حياه ومسؤوليات وشويه حاجات كده، فابتدى اهتمامه يقل من عندك شويه. لو دي الحاله معلش يعني استحملي شويه، يعني عدي شويه، اعذري، التمثيل والعذر، وبطريقه ظريفه كده، يعني ما مين هيديني اهتمام غيرك، انا محتاجه شويه اهتمام، يعني انا عارفه انا مقدره ان انت عندك حاجات ومشغول وعندك شغل والحاجات دي كلها، بس انا برضو ليا يعني اكيد انا من ضمن الحاجات اللي انت المفروض تهتم بيها، فعايزه بس شويه اهتمام. الموضوع بسيط خالص والله، مش محتاج العزله، يعني مش محتاجه عزله خالص يا حبيبتي، وانا بموت فيك يا زنينه، كلمه صح. بشكرك يا هدى، العذراء قريب حبيبتي، حاضر حبيبتي يا شقاوة اسكندرية. على فكرة كلامك صح جدا، بسبب البعد الإهمال وعدم الاهتمام. فهمت فهمت فهمت، بسيطة قوي يا جماعة، والله بسيطة. مين عامل حاجات بتعيط؟ لا بليز، أنا عايزة قلوب ولايكس. تم استهلاك المتاح، خلصنا الإنترنت. طيب نخش بقى على المجموعة الثانية، القراءة العامة لبرج القوس الجميل اللي مش متسرع.
اه يا اختي. وات القوس هنا في ارتباط ماشي واتفاق نحو المستقبل مع شخص.